فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة. نعم، فمضمون هذا الحديث الطويل بروايتيه عند البرقاني وغيره، مضمونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الاختلاف، لا لأجل أن يمتنع الاختلاف نهائيا، الاختلاف واقع قضاء وقدرا وابتلاء وامتحانا، ولكن من أجل أن يحث من يريد الله له النجاة، يحثه على الصبر والتمسك بهذا الدين، وإن حصل اختلاف وحصل مشادة فهؤلاء يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون عنه، ويصبرون على ما أصابهم في سبيله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما حذر من الاختلاف ليس معناه طلب منع وقوع الاختلاف نهائيا وأصلا، وإنما معناه التحذير من الانزلاق مع المختلفين، والصبر والثبات على الحق، وترك ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه.